السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله أو كرم بي 203. اليوم معنا الحلقة السابعة من لعبة كار ميكانيك سيميليتر. طبعا الحلقة السابعة تكملة للحلقة السادسة، لأني يوم شفت أثناء تصوير الحلقة السادسة، يوم شفت يا مار من مغطى تقريبا 40 دقيقة أو 45 دقيقة كذا، أنا اندمجت مع اللعبة ولقيتها مرة رايح وقت. والله ما حبيت اطفشكم، قلت خلوني اقسمه بين الحلقة السادسة والحلقة السابعة. ويلا اليوم تكملة الفيديو للحلقة السابعة، ويلا اتمنى ما تنسوا الاشتراك واللايك. يلا اترككم مع الحلقة. يلا نبي نشوف الطلب اللي بعده، نبي نحاول نشوف سيارة يعني ها شوي يعني ما تحتاج واجد، جيب بنفسجي ما يحتاج بريك ونظام تعليق. وش هاللون هذا؟ والله مرة الظاهر ما هو لايق. الله يلعن ذوقك، وش هاللون؟ اوف 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 اوف، وش المشاكل عنده؟ غير اللون في مشاكل. طيب لا 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 لا، طيب الحين بننقله لقسم حق الفحص. يلا بعدك ما تبي تشتغل، يلا امسك بريك، شوف البريك. الحين بريك القدام اليسار تعبان، واللي ورا مرة هالك، مو تعبان هالك. طيب الحين المساعدة واللياات، هذا القدام اكيد انه بعد منتهي، هذا شكله جاي مكان اعوذ بالله 13% الجهة اليمين، 13% قدام، وهذه الجهة المكان اللي ورا. لا الورا لا بس. طيب يلا على الرافع، على الرافع، على الرافع. طيب 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 الحين وش فيه عنده مشاكل؟ وش فيه الحين؟ ما بين شيء، بعض الامور ما بينت عندي وهذه مشكلة، بس انها تبين، راح تبين مع الفك. وهنا وش فيه؟ هنا بريك بس كشف واحد، يعني ما استفدنا من الفحص. الفحص يبين لك كتابي بس، يعني ما يبين لك القطعة وين بالضبط، يبين لك فعلا بالجهة اليمين، يبين لك هنا عنده مشكلة بالريش القدام. طيب نفك الكفرات مهما كان، لازم نفك الكفرات كاملة. وهنا عنده ورا اللي هو عنده الظاهر كليبر ورا يسار، او لا الديسك كامل. طيب وهنا والكفر الرابع اللي هنا ورا، طيب والحين نبدا بنظام التعليق او البريك. لا نبدا بنظام التعليق طبعا، وفي عنده المساعد هذا واضح مرة مبين عندنا من قبل، وعندنا الظاهر عمود الدركسون والأذرعة ومسمار هذا، هذه لا يكون خربانة. طيب نبي نشوف نمدي نكشفك من هنا. اها لا 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 لا، لازم فك، لازم فك. طيب وهنا هذه الثانية، لا ما في شيء. وهنا المسمار، لا ما في شيء، ما في شيء برضه، بس هنا لا يكون خربان، الا خربان شكله، لكن ما في مشكلة عادي. طيب يلا بفكك هذول الاغراض على السريع وارجع. قررت اني اشتغل بجهة جهة احسن عشان منها اكتشف وعشان ما الخبط. هنا مثلا عندنا بس مشكلة واحدة اللي هو الضغط حق البريك اللي هنا، اذا ما تشوفون اللي هو هذا،
اللي هو أنا عندنا 23% بس اشتريت جديد وركبته، والحين لا هذه ما في أي مشكلة، والديسك ما في أي مشكلة، يعني هنا وضعه تمام، هنا بس نركب أكفره وما عندك أي مشكلة. يلا نشوف الجهة الثانية ورا، إني الجهة الثانية اللي ورا ما أعتقد إني كشفت به شيء واجد، بس كشفت به اللي هو الضغط واللي هو الديسك اللي هنا. طيب وهنا ايش فيه؟ هنا 72 الفحمة، هنا 25 يعني يحتاج، وهنا فيه مشكلة هنا عنده بالعمود. لا ما في أي مشكلة، يلا نبدأ نركب الحين، نركب أول شي هذي ما عنده مشكلة به، ونبي نركب الضغط الفوق برضو خربان. إيه لا لازم لازم جديد، حتى لو ما حدد عندي، لأن أنا ما اكتشفته لحد الآن، يعني ما يعني ما فتحت الكتالوج حق السيارة والمشاكل اللي بها تبين معي إذا فكيته. الحين أي هذا، هذا مرة 3%، طيب الحين نركب أكفره ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. طيب أبي أحاول أكشف إذا فيه مشكلة نفس اللي بالمسمار نفس هذا. طيب لا ما في أي مشكلة، لا ما في أي مشكلة، لا وضعنا تمام هنا وراء الظاهر خلاص ما في شيء وراء، لكن الجهة الأمامية هي اللي تعبانة صح. هنا وش فيه؟ حلو. الجلد هنا في شيء؟ لا فيها نص عمر. يلا الحين نشتغل على الجهة الثانية. الحين الجهة الثانية وش المتطلبة؟ اوف اوف اوف، هذا مر واضح واضح وضوح الشمس، هذا الظاهر 10% اعتقد، 8% اقل من 10 بعد. طيب وهنا فيه مشكلة عنده؟ لا ما في اي مشكلة. طيب ركب هذا، ركب الضغط. حلو ركبنا الضغط اول بستم حق الفحماء، وهنا ركب الديسك الهوب او الهوب، ما في اي مشكلة عنده بالهوب. وهنا هنا اللي بنصلح من هنا. طيب هذه في مشكلة عنده بهذا الدفرنس الامامي او العمود؟ لا ما في مشكلة، لا ما في اي مشكلة. طيب الحين باقي لنا اللي هو عمود الدركسون. يلا عمود الدركسون وين؟ هنا. وين راح وين راح؟ ايوه هذا هو. يلا ابدأ ركب. وهنا هنا الظاهر ما عنده اي مشاكل بعد، ها او لا؟ لا في 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 مشاكل، بس نبي نشوف ايهن، اليمين ولا اليسار؟ اي لا اليمين، الجهة اليمين الحين يساري. وهنا المسمار ما عنده مشكلة، الجهة اليمين من السيارة كلها المسمار والذراع كلها خربانة. طيب نروح للجهة الثانية. اي برضو لا ننسى هذا، لا ننسى هذا لازم نفكه، نبدأ ابو من هالحين. يلا فك المسامير الاولى، ونفك هذه مس او قمطة قال الله او ما ادري والله بالضبط. باقي شو المشكلة؟ اها الجلد، لازم نفك الجلد. اوه الجلدة تعبانة مرة، لا يكون معه جلد كل على كل الجهة. طيب الحين وين وينه؟ ظهنه فوق، ها وين راح؟ اي هنا هنا، اعوذ بالله، الله لا يعمينا، هذا هو. طيب
نبي نشوف كشفنا شيء جديد. والله فيه أشياء ما كشفناها لحد الآن، باقي حاجتين مخفية عندنا لحد الآن، اللي هي ولا ننسى نشتري قطعتين من هذه وهذه، ونشتري برضو جلد صغيرة. ثنتين يكفون، ما ادري انا والله صراحة شاك بالجلد اللي قدام اللي هنا. شوف الحين، لا ما في شيء، ما في اي مشكلة عنده. طيب هذي وش اللي هنا؟ اها هي لازم نفك الدنيا بعد هذي. حلو، اشتريت القطع، الحين نركب القطعة الأولى اللي هي هذه، والصاجة اللي وراه شوي، أو ما أدري تحضيره هذه. حلو، أوف 6 مسامير. طيب وهالحين لا أي هذا مو تالف، حسبه تالف. طيب وش باقي وش باقي وش باقي اللي هي هذه، هذه خربانة. اكسل جي، حلو تمام. وين 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 حلو، هذه هي قيمتها 70 دولار، والحين نركب. تمام، بغيت اشتري الثاني بالغلط لكن اشوى. هذه في عنده مشكلة في 3 كان عنده مشكلة. ايه لا غيرناها، ما عنده مشكلة بهذا، بالضغط اللي هنا. طيب وهنا هنا الديسك عنده مشكلة، لا ما في اي مشكلة. تمام، الحين نركب اللي هي هذه. حلو، جديد اجد من الاولات كلهن. طيب وهنا الجلد، ركب اللي هي الصاجة هذه، الصاجة حقت الريش. وهالحين باقي له اللي هو المساعد. اي حلو، بي هذا، بي هذا هو. لا خلينا نشتري هذا، ما له دخل. طيب وهذا المساعد، وش باقي الحين؟ الحين باقي الذراع. افا ما اشتريناه، وش عادي ولا اي؟ عادي تمام. الذراع حق الدركس هذا هو واحد، وهنا مسمار. حلو، اظننا خلصنا من السيارة كاملة. الحين بس باقي اركب، والتركيبة الاخيرة، وباقي بعدها الكفرة بس خلاص، وننهي الموضوع. وش باقي مشاكل عندك؟ كل شي تمام، كل شي حلو، يلا فارق. حلو حلو، هالحين اظننا لفلنا. ها لفلنا، اي لفلنا اللي في الواحد، ونبي نطور تطوير، بس ما ادري وش نختار. هذه المتاحة لنا، يعني ما يمدي نختار غيرها، هذه إجبارية. طيب خلاص الحين شو نشوف الشيء، وما أدري الظاهر تكشف، يعني تكشف القطع اللي مبهمة عندنا يعني، أو ما كشفناها بجهاز الفحص، أو ما كشفناها بالفك، هي راح تكشف لنا. الحين ايش في عنده؟ ما في ولا سيارة. ايوه هذه تلف، هذه تلفل، بس ما ادري وش مشكلتها بعد مبهمة، لكن نبي ناخذه. هذه ناخذه، واحتمال نشتغل عليها الحلقة الجاية، بس ابي نستعرضها نشوفها الحين، ابشوف لا يكون مشكلتها كبيرة. بس اوف يا صارت، اوف 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 اوف، ها حسبه مصديه، والله انخرعت قلت هذه مصديه كلها في مشاكل. بس ما لا والله كبيرة، مشكلة كبيرة ومتعبة، هذه تبي لها شغل خلف الكواليس. وما ادري وانتم معطوني رايكم، يعني اشتغل خلف الكواليس او خليه او اشتغل بتصوير. لكن الى هنا ننهي حلقة اليوم، والله يعطيكم العافية على المشاهدة.
اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك واتمنى تضيفوني بالسناب والانستغرام. والله يعطيكم العافية، يلا في امان الله، ويلا اعطوني رايكم عن الحلقات الجاية وش نسوي او وش الالعاب اللي نلعب.